والحرية. لاحظوا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا. إذن هذه قيمة، قيمة يدعو لها سيد الشهداء عليه السلام، فكونوا أحرارا في دنياكم. أم لاحظين الطير في القفص وإن مرت عليه 5 سنين ما يتأقلم، يعني إذا فتحت باب القفص يطير. بس المشكلة في الإنسان أنه يتطبع على الاستبداد، يعني أكو قيود على السفر، فيزا وهوية وجواز وكذا، يتطبع يعتبره هو الأصل، هذا قيد، هذا قفص. كونوا أحرارا في دنياكم، لم يأتي بهذه القيود سلطان من الله، بل السلطان على العكس. في السفر قيود، في الحضر قيود، في الإقامة قيود. بلد الإسلام فليقم فيه من شاء، انتهى الأمر. الأرض لله ولمن عمرها، انتهى الأمر. المشكلة في الإنسان على عكس الحيوان، حيث يمشي على فطرته أنه يتطبع على القيود الكابتة. لا، كونوا أحرارا في دنياكم. إذا ما نريد نسمع كلام الله ورسوله بعضنا، حيث يقول لا إكراه في الدين، حيث يقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم فلا وحقوقهم في القاعدة المصطيدة، فلا قيود على التجارة ولا على الزراعة ولا على العمارة ولا على الحج والعمرة ولا على غير ذلك، انتهى الأمر. كونوا أحرارا في دنياكم.